كشفت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كما كان منتظراً في 8:22 مساء بتوقيت الدوحة، 5:22 بتوقيت غرينتش، عن شعار النسخة 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر التي ستجرى أطوارها ما بين 21 من نوفمبر و18 من دجنبر من عام 2022. ويعكس تصميم الشعار الذي عرضته بشكل متزامن شاشات عملاقة وواجهات معالم بارزة في عدد من بلدان العالم من بينها الرباط، يعكس عناصر مستوحاة من الثقافة القطرية والعربية في تناغم مع رموز دالة على لهبة كرة القدم وبروز مميز للخط العربي أسفله حاملا لاسم البطولة. وجاء الشعار على شكل وشاح صوفي مماثل لما يتديه أهل المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء، في إشارة إلى توقيت تنظيم البطولة التي ستكون في هذا الفصل، وحمل لون بياض تخترقه زخرفات ورموز شرقية باللون العنابي بخلفية من نفس اللون استحضار لأرضية العلم الوطني القطري. أما في شكله الذي يرمز إلى اللامتناهي فإشارة ذكية إلى ما سيتركه حدث هذه البطولة من إرث مستدام، بينما جاءت التموجات البارزة فيه لتحاكي شكل الكثبان الرملية التي تتميز بها صحراء المنطقة العربية، على أن التفافه على شكل رقم 8 إشارة واضحة إلى عدد الملاعب التي ستستضيف مباريات هذه البطولة. وبحسب المتتبعين يعتبر الإعلان عن تصميم شعار بطولة كأس العالم قطر 2022 أحد أهم المحطات في رحلة الاستضافة، بينما يؤشر اختيار آلية الكشف عن الشعار في الدوحة و23 عاصمة حول العالم في وقت واحد إلى الرسالة التي كانت أكدتها قطر منذ تقدمت بملف ترشحها، وهو أن بطولتها لكأس العالم ستكون بطولة لكل العرب والعالم.